أمان يا ربي أمان. خلاص فرقت. إيش بيحصل كذا بشيء؟ هذا فيروس باشي. في ليش بيحصل بخارج؟ قفاص برصاص من شانيش؟ المخربين هجموا على كراكوم. هجوم على كراكوم. يطخي يطخي جنب شكل. يا لطيف يا لطيف شو صاير؟ أعوذ بالله. مو معقول عمري صبحين هرب الشباب صبحين بسرعة يلا معلم عقيد شوفي شو القصة بعدين بنحكي معلم تفضل يلا ماشي كبير في جناب الو في جناب حكم دار صارت هجوم من تيراريستي في مخربين على كراكون حارة قصب في قاش نفر فدي ما بيقدر يعد لأنه كثير حدث كثير حدث ممكن ترسل إرسال تعزيزات ومساعدات من سرايا رجال وسلاح شوك 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 كسل باحترامات جناب حكمتك بتخشي معلم أنت من هون هروب مو معقول تركك بهالحالة هي معلم ما عليك مني هروب من هون لك مو معقول هروب وتخبى يلا معلم ماشي ماشي يلا ماشي. يلا شباب يلا طمنا طمنا حكي لا الحمد لله جاي الضرب بكتفه وما في عليه أي خطورة الحمد لله رب العالمين بس لازم يرتاح بالبيت كام يوم لبينما يطيب جرحه ولازمه غذاء مليح لحتى يعوض الدم اللي خسره وجب وجب حكيم كل شيء بيلزمه للعقيد راح يحضر له بيجيبوا له هذا الدواء وبتعطوه اياه مثل ما نكتبه بالوصفه انا ايه هلا بعتبني فورا بيجيبه يلا عي العافيه ان شاء الله الله يعافيك استموا اليدين الله يسلمك الله معك مع السلامه ماذا 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 تاج الدين هربت من حبيس نعم سيدي المساجين هربوا أثناء المعركة فيلاني ما بهمني مساجين بهمني تاج الدين كيف قدرت إهروب؟ أفندي المخربين هجموا على غفلات فأنت أعرف أحد من مخربين؟ لا لا سيدي كانوا ملتمي معليش تاج الدين معليش أنت يقدر الهروب لكن من إيدي قدرات إفلات يوق فأنا حصرت يوسباشي وغلوخان حرارتك مرتفعة قومي معي لجوا لترتاحي قومي قومي تقبر إذني قومي سلام قلبك شو مختار بدك ما تاخذني بس بدك تتحملني هاليوم الله يسامحك يا عقيد شو الحكي هذا بعدين مين قال لك اخليك تطلع من عندي قبل ما تشفى وتطيب جرحها بس انا ما بدي تقل عليك يا عقيد هلا اليوزباشي فهمي طايش حجره واول واحد رح يسجوبوه بعد هالمعركه هي تبع اليوم انا وانت واذا شافك بهالحاله رح تنكشف بقى لازم تغيب عن الأنظار لبين ما يطيب جرحك أيوة وإذا سأل عني شو بدي أقول له لا تأكل هم هي بتفهم عليها أنا وياك أنت مالك شاغل بهالشغلة قبل هالمرة؟ لا والله بسيطة مبدئيا رح شغلك حويس بين العمال مشان تساعده ومنه بتتعلم المصلحة وبتلقطها إيه؟ شو عليه؟ حويس حويس شغل مو عيب أنا رح أعمل لك منامي الله يكتر خيره حاكم بيتي بعيد كتير وخير الله ما قلت لي الاسم بالخير محسوبك أبو دياب عاشت الأسامي محسوبك أبو صلحي والنعم صاحب هذا المشغل أي شي بتعتازه بتقلي إلي فورا الله يخليك يا أبو صلحي كتر خيره
عبدو. خير خير ان شاء الله. طمنيني. طمن اطمن اخي كامل. يعني بدها كاسة بابونج على كاسة يانسون، يعني ان شاء الله بتتحسن. طيب والحرارة اللي عليها ما بتخوف؟ لا لا ما بتخوف، بس يعني اذا لزم الامر شوية كمادات، انتو بتعرفوا. ان شاء الله يا ماما. ايش كان في خطر عليها قليلي مشان اخذها على خزنة خالي. لك لا 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 تاكلوا هم، ان شاء الله يومين وبتتعافى. الله يسمع منك يا رب. يلا انا بالاذن صار لازم امشي. الله معك، الله يكتر خيرك. الله معك. مختار بعقيد ابو ففا. اي انا راح اللي عنده على بيت فقط ما لقيته. العقيد امبارح الصبح سافر، في عنده حمل بدي اجيبه للبوايكيه من حلب. من حلب؟ ايه من حلب. وهي فيها شيء كمان عطيت له زباشي. قاش من يوم بده يبقى في حلب؟ ما بعرف، اسبوع اسبوعين ثلاثه، تيسير من الله. فيه ديفيد تيسير الله. مختار نرادة تاجود الدين. نعم. عربي فصيح. تاجود الدين وينو؟ وأنا شو بعرفني؟ إذا أنتو الحكومة ما بتعرفوا وينو، أنا المختار بتعرف وينو. اسمعني منيح فخري، هلا صار لازم نضرب ضربتنا. ايه منضرب، ليش ما منضرب؟ بس شو هي؟ لازم نخلصوا كل شيء لتاج الدين. شلون هي؟ عربي لي اياها. يعني نخلصوا بيته، محله، مالكاناته، كل شيء بملكه. شرفي ما عم بفهم عليكي، رجعي عربي لي اياها منين؟ منجيب حجج وسندات ومنزور عليها بصمته، وانا باخذهم بالعدل. وبلاقي لي حدا من معارفي يحجز لنا على كل امواله وكل مال كانت ويسلمنا اياها. مش كان العدليه قالت انه هي البصمه مو بصمته؟ لك منين بدهم يعرفوا بصمته اذا كله على بعضه مختفي؟ خرب بيتك على هالافكار يا نظميه. لك ان شاء الله بيقبرني السماوي، انا شو بحبه. العمى بقلبكم العمى، حتى لاحقينه على املاك ورزقه بدكم تشلحوا وياهم؟ ما بكفيكم كل شي عملتوه فيه؟ Thank you.